لازم نقول شنا المصور الستراس بزاف ستريسي مي الحمد لله كيما نقولو صرفنا الواحد على الاولين باجو حبابنا زارب تاوعنا خاوت راه عليك مبروك علينا لومبيونس هاي باينه هادي كورا هي الحمد لله وصوموا مليح صوموا علاش انا كنت معاهم ناكل والله خلت هذا قلت نشوف نخسروا ربي يكبر وناكل الحمد لله كانت مقابلة جميلة جدا ومقابلة في القمة والهدف الأول من فريق الروس يعني المعنوية الجزائرية شوية طاحت والحمد لله الخطة تغيرت وصلنا الهدف الأول وحنا بدا النتيجة هدف حتى تعيد الدقيقة وجبنا من أربع دقائق والحكم يعني ما بقاش بالمستوى كان في الفريق الجزائري كانت يعني مخالفات ضد الفريق الجزائري ما صبرهمش ويعني لعبنا بروح رياضية عالية والحمد لله تغير مسألة فريق صغيرة ويتغيروا ويتغيروا إن شاء الله ما عرفنا ندير النتيجة. مبروك علينا وإن شاء الله هذه هي فلسطين. Oh, no.